نهر النيل شريان الحياة في مصر على مر العصور، وعليه تعتمد حياة المصريين بشكل أساسي. لذا تعددت المقاييس التي أقيمت على طول نهر النيل حتى أنشئ مقياس النيل بجزيرة الروضة في العصر العباسي. ده مقياس النيل في الروضة، اتعمل في سنة 247 بأمر الخليفة المتوكل العباسي، صممه المهندس أحمد ابن محمد ابن كثير الفرغاني من فرغانة في أوزبكستان. يعتبر تاني أقدم أثر إسلامي في مصر بعد بقايا الموجودة في جامع عمرو بن العاص. داخل المقياس بئر حفر في باطن الأرض، ويدور حول جدرانه سلم حلزوني يصل إلى القاع، وفي المنتصف يقف عمود خرساني طوله 19 ذراعا كانت وظيفته قياس مستوى نهر النيل. ثلاث فتحات لدخول المية في الناحية الشرقية في مستوياته الثلاثة. هو مستوى الثلاثة دول كانوا إيه؟ المستوى الأول كان مصمم بشكل دائري، وده روعي فيه حاجتين. اولا تصميمه على شكل دايره علشان المياه لما تدخل تبقى هاديه وحركتها ساكنه وامنه، ما تاثرش على الجدران ولا على العمود. يعتبر مقياس الروضه من المنشات المعماريه الاسلاميه المميزه التي ياتي اليها الزائرون من كل مكان، وكتب له ان يبقى بحاله معماريه ممتازه لتحكي عن دقه ومهاره البناء والتصميم. مرور قرون من الزمان على عمل هذا المقياس الذي حمى مصر من الفيضانات يعود مرة أخرى بهذا الشكل المميز كأهم مزار سياحي لأقدم أثر إسلامي. من مقياس النيل بالروضة، محمد الخطيب، النيل.